الناس الحلوه الطعمين المقطعين اللي زيك. تعالي يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي اقعدي. ايوه يا سيدي كلني بالكلام الحلو بتاعك ده كلني. ما ينفعش حبيبتي اكلك عشان انت مش مكتوبه في المنيو. تاخدي حاجه حبيبتي ولا اي حاجه؟ انا عايز المتر الايطالي الكبير قوي من فضلك لو سمحت. اقمر يا باشا. في ايه؟ في جي سوي ا فوتغ ديسبوزيسيون. عايز المنيو من فضلك لو سمحت. هو في ايه؟ في ايه؟ ده شعارنا يا فندم. جرسونا لكل زبونه، جرسون لكل زبون. طلبات حضراتكم كل شيء موجود، لو في طلبات خاصه تحت امركم. تشيتوتو يعني كل حاجه موجوده. كوردون بلو، سكالوب باني، فيلي بواف، كلها حاجات تقليديه، احنا عايزين حاجه جديده مش كده يا عبوده يا حبيبتي؟ في يا فندم الجديد، في السبيسياليتي. في يا فندم نجريسكو بالفريسكو، في سكالوب بالمقلوب. في لازانيا بالتازانيا كده.
لا 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 انا عامله ريجيم، اطلب انت لنفسك. لا 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 ما ينفعش، لازم تبوظي الريجيم النهارده عشان خاطري. تاكلي معايا يا حبيبتي، امال هنعمل ايه يعني؟ ما ينفعش. وبعدين يا اسعد، ما انت عارف ان انا عامله ريجيم، ولا انت عايز تبوظهولي؟ ثم انا فاضل لي كيلو واحد وبس. اوكي، يبقى لا عيش ولا رز ولا مكرونه. اجيب لك جمبري مشوي؟ ياي على الكوليسترول. لحمه مشويه بتتعب الكلى. كبده اسكندراني بتتعب الاسكندراني. ما هو لازم تاكلي حاجه يا حبيبتي. حاضر يا سيدي، ما انا عارفاك دماغك ناشفه ولازم تنفذ اللي فيها. بقول لك ايه، لو سمحت عندكم عيش سن؟ يا فندم عندنا عيش سن مسنون سنه ما حصلتش. خلاص هات لي عيش سن بس، ويا ريت ورق عنب وسلطه زبادي وكفته معموله على الفحم وفتت كوارع، ويا ريت بقى تجيب لي طاجن بطاطس معمول في الفرن ومكرونه نجرسكو بحبها قوي. ده رجيم قاسي جدا. لا، الهانم طلبت النجرسكو ونسيت الفريسكو. اجيب لك الفريسكو ولا ساعتك عامل رجيم برضه؟ لا 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 لا، فكريسكو ايه ونجرسكو ايه؟ انا ما بعملش رجيم والحاجات دي خالص. انا بس لازم ادرس المنيو كويس قوي الاول يعني. اوكي، استريحت يا سيدي، اديك بوظتي لي الرجيم. بوظت ايه بس؟ بس بقول لك ايه، انا اسعد سعاده مرشد سياحي، لو ظبطتني انت في الحساب هظبطك انا في الجروبات السياحيه. انا باخد خصم 50%. ايوه بس دي مش في ايدي، لازم اقول للمدير. طيب هتقولي المدير؟ انا مستنيه، خلي المدير يجي لي. انا المدير. حبيب قلبي، حبيب قلبي والله، حبيب قلبي والله. انت صاحب المحل الجميل ده؟ لا يا فندم، صاحب المحل الاستاذ عادل بيه نور. عدوله، عدوله حبيب قلبي، والله حبيب قلبي عدوله. فين هو عادل عشان ابارك له على المطعم الجميل ده؟ يا سياده المدير، في واحد بره عاوز يبارك لك، بس عاوز خصم 50%. بمناسبه ايه بقى ان شاء الله؟ بيقول انه مرشد سياحي. ان شاء الله يكون مرشد في البوليس حتى. انا مبدا الخصم ده ارفضه نهائيا. اوكي، اروح اقول له واضربه؟ وتقول له انت ليه؟ انا هطلع اقول له بنفسي. اسعد سعاد مش فاكرني طبعا. تمام يا فندم، كنا مع بعض في الجيش، كنت الشاويش بتاعي عدول. عادل، عايز اعرفك باجمل واشيك واظرف بنت في مصر، خطيبتي. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. اهلا بحضرتك. قريت اعلانات عن المطعم، دخلت على النت، عرفت ان انت صاحب المطعم. والله يا عدول فرصه سعيده جدا، فرصه سعيده جدا يا عدول. خصم ايه بقى وبتاع ايه؟ ما انت عازمني. لا لا والله العظيم، لا ما تزعلش نفسك. المره الجايه اعمل خصم، المره الجايه اعمل خصم. والله ما انا دافع. طب وديني، ما انا دافع. ما تزعلش نفسك ابدا. زعل نفسي ليه؟ ما خلاص. حلو قوي المطعم، ها شيك قوي. فعلا يا سعودتي، المكان هنا يجنن. يجنن فعلا. ايه رايك نعمل فرحنا هنا؟ وهعدول موجود وهيعمل لنا خصم، ده اذا رضي ياخد فلوس اساسا. ما تقعد عدول واقف ليه؟ ما تقعد معانا نشرب حاجه، اقعد اشرب حاجه. لا خد راحتكم. انما بصراحه يعني الواحد شوف المطعم بعيد لغايه فين ويطلع في الاخر صاحب المطعم يعني اعز اصدقائي. عندي ده كان اعز اصدقائي. تاني ناكل بقى يا متر. أمر يا فندم. الامر ده بص بقى يا سيدي، انا يعني انا كنت طالب اشرب حاجه، بس بقى طالما ايه طلع المطعم ده تبعنا ناكل بقى. اجيب لحضرتك؟ لا لا تعالى هنا. لا مين يا راجل؟ تعالى هنا، انا عايزك تعمل لي مجموعه محاشي. اتفضل يا سيدي، صاحبك اللي بره مش عاوز يدفع. اعمله يا سيدي ضيافه، اهي بلاوي تتحدف علينا. قال كان معايا في الجيش. كان معاك انت، انا ذنبي ايه؟ اجامله واخصم من نسبتي. عادل بيه، واحد عايز يقابل سعادتك. تلاقيه واحد برضه من اللي كانوا معاك في الجيش. ما انا لسه اهو مضايف واحد منهم، هضايف الكتيبه كلها. انتوا هتسيبوني واقف على الباب ولا ايه؟ يا واد يا عدوله، ده كان زميلك في جيش عرابي. قوم يا واد خش في حضني يا ابن العفريت. انت هتستعبط؟ عمك حموده يا ولد، حموده. عم 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 حموده مين؟ ما هو انتوا كده يا ولاد الايام دي، لما ربنا يفتح عليكم ويكرمكم بتنسوا اهاليكم واللي ربوكم. والله كبرت يا عدولة، بقيت كبيرة. اسمح لي بس حضرتك كده نورني كده وفكرني بالراحة. حضرتك مين بالظبط؟ عمك حمودة. هفكرك،
هفكرك بس ايه، ابعت هات لي فنجان قهوه في الاول. لا لو سمحت انا افضل تفكرني قبل ما اجيب لك القهوه. اوه انت طالع بخيل زي ابوك الله يرحمه. ابوك الله يرحمه كان بخيل. ما المثل بيقول الساعه الدحم ابوه يطلع الواد زي ابوه. ابوك الله يرحمه كان بيقوم من نجمه يعمل قدره الفول ويقف بيها على رصه الحاره في عبديه الساعه 7 يكون شطم وربنا اكرم. عم حمودة افتكرتك يا عم حمودة، ما انت كنت بتاكل نص قدرة الفل لوحدك يا عم حمودة. عمك حمودة يا نجات روح هات له قهوة. ايوه وانت يا ابراهيم اللي موقفك لغاية دلوقتي روح شوف شغلك. حاضر يا فندم. انا عزيتك في حمودة ده من 4 شهور بعت لك تلغراف في ايطاليا لما كان وقع في بلاعة مش هو؟ لا مش هو ده خد توأم روح هات القهوة يلا. اهلا اهلا يا عم حمودة. اهلا بيك. ها طمني اخبارك ايه؟ هتأكلني ايه؟ الله ما شاء الله الاكل بتاعكم باين عليه جميل جدا. بقول لك ايه؟ انا حاجي هنا على طول هتغدى واتعشى. ما تيجي على الفطار كمان احنا بنفتح بدري. تعال انبسط ما كله مجانا. لو سمحت من فضلك. اهلا 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 وسهلا شيف نجاتي رئيس الشيفات هنا في المطعم. تحت امركم تحبوا الركن الكلاسيكي الركن الطلياني جاردان دي لامون؟ لا 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 من فضلك احنا عايزين نعرف مكتب المدير فين. اتفضلوا من ناحيتي. اوكي شكرا ميرسي. وايه الحكايه النهارده كل الزباين رايحين عند المدير والترابيزات كلها فاضيه ما فيهاش غير الراجل اللي شبه فرس البحر ده؟ اسعد سعاده قال اللي كان معايا في الجيش ضيافه عم حموده بتاع الجرايد اللي بقى عنده دار نشر وحوالي 3 مكتبات ضيافه. يا رب عاوزين زبون نستمتع ده المطعم بقى سبيل. الو عادل دينفيل وسلوى. ازيك يا عادل عامل ايه؟ الحمد لله. معقوله ايه الصدفه الجميله دي؟ يخرب عقلك دينفيل زي ما انت ما اتغيرتيش كانك قاعده جنبي في الكافتيريا في الكليه والله. بس انت طلعت نادل قوي يا عادل. اللي يجي من بره يا ابني مش يسال على اصحابه ولا خلاص اللي عيلي عيلي؟ لا لا ابدا والله اتفضلوا واقفين ليه؟ لكن انتوا ازيكم؟ انتوا عاملين ايه؟ انتوا فين دلوقتي؟ احنا في الهوا طايرين في السما شغالين في السما على طول. سما طيارات مطارات تبقوا مضيفات لبسكم باين عليه. النهارده في طوكيو بكره في لندن كل يوم يا ابني في بلد. ده احنا حتى لسه راجعين من فرنسا دلوقتي. ونيفين قالت لي تعالي نتغدى في مطعم تشيتوتو ده اسمه زي الطبخ. تخيل ان القرومه دي عارفه انك صاحب المطعم وما قالتليش. السنين عدت بسرعه والله. وبعدين بقى احنا هنقعد نرغي وهنتكلم وانا هموت من الجوع. هتاكلنا ايه يا استاذ؟ اكلكم كل اللي تطلبوه احنا عندنا هنا تشيتوتو كل حاجه تطلبوها هتلاقوها. بس اسمع احنا هنمشيها انجليزي من فضلك احنا عايزين ندفع. تدفعوا؟ ما يمكنش تدفعوا ده حتى يبقى عيب عليا ده انتوا زميلاتي. يا جات عليكم ما هو النهارده يوم من اوله يا نجاتي. عارف اللي سيادتك هتقوله الترابيزه دي ضيافه على حساب المحل. بس اتصوري الواد عادل شكله ما اتغيرش زي ما هو. لا الفلوس ظهرت عليه النعمه بنت عليه يا ماما. مطعم زي ده يا بنت بيدخلي على الاقل 20,000 جنيه صافي في اليوم الواحد. اسكتي اسكتي بصي 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 الراجل عمال يلغي هناك ده. بصي قدامه اكل قد ايه. وكله طبعا داخل جيب عادل. او زبون زي ده يشغل 10 مطاعم لوحده. اي حد يسال عليا اقول له مت هاجرت استراليا اتنيلت على عين. يعني انت تعزم الناس وتعمل فييس وبعدين ترجع تعيط؟ اسمع بقولك ايه لو ابويا خرج من تربته وجه ياكل عندي اعمل له فاتوره ودفعه الحساب. ده حرام ده محل اكل عيش ده مشروع تجاري في مصاريف مرتبات. يا
اسمع، تيجي نعمل له سربريز حلوه لمين؟ لعادل. استني بس. ايش تعمل؟ يلا. الو، ايوه، ازيك يا منين؟ عامله ايه يا بنت؟ حضري فضري بكلمك منين؟ من مطعم شيتوتو. تصوري بقى مين صاحب المطعم؟ عادل. ايوه، عادل نور. الناس لازم اللي عندها شويه من الاحمر، شويه دم. مش قادر افهم، يقول لي كنت معاك في الجيش. وايه يعني كان معايا في الجيش؟ انقذ حياتي مثلا، او مجرد نفر تصادف وجوده في الجيش اثناء فتره تجنيدي؟ يعني مالوش اي حق انه يسطو عليا كده وياكل عندي ببلاش. لا، دي غتاته، تباته، تمامه، سماجه، شغل باراشوتات. هو كان معاك في المظلات؟ لا يا نجاتي، باراشوت ده لفظ بيطلق على الناس اللي فجاه يروحوا طبين عليك من السماء ومدين ايدهم في رزقك. حاجه غريبه. ويقول لي اسعد. طب يعني ايه اسعد؟ عشان تعرفوا ان انا ابن حلال مصفي. اقعدي يا حبيبه قلبي، اقعدي اقعدي. اسعد سعاده، جيت على اسمي والله يا ابن حلال مصفي. اهلا. شايفه؟ على طول في سيرتي. اصل انا وعدور طول عمرنا اصحاب، انا وهو ذراعين في كم واحد. صديق عمري، توأم روحي. انت عارفه راغب علامه عمل اغنيه توأم روحي دي ليه؟ عشان انا وعدول. انت جيت تاني هنا ليه؟ تاني ليه بس؟ ايه تاني ليه؟ وانا كنت قعدت الصبح اساسا. يعني انا جاي عشان اعرفك على اجمل واحلى واروع بنت في مصر، رانيا خطيبتي. برضو؟ برضو ايه بس؟ انت على طول كده بتنسى يا اخي. مين اللي دايما اكلمك عنها واحكي لك عنها وتقولي هتموت انك تشوفها؟ رانيا. رانيا، رانيا. هتاكلنا ايه بقى النهارده يا عبدول؟ على فكره عايز اقول لك على حاجه، رانيا انفه جدا على فكره، ما تاكلش في اي حته بره. قلت لها معقوله نسيب مطعم اخويا عادل حبيب؟ مطعم اخويا موجود وناكل عند حد غريب؟ لا ما تجيش، ما صحش. الباراشوت فرش المظله وبلط. انت هتطلع باراشوت؟ والله ايام الجيش دي اصلا عندكم كنا مظلات. نجاتي هات لنا منيو على المطعم وندهن المتر لو سمحت. تعالى يا بنتي احنا ننزل نروح بقى. نجاتي، الولد ده بيكذب. انا ما كنتش في المظلات وانا في الجيش، انا كنت في سلاح المشاه. وهي دي بس اللي بيكذب فيها؟ زي ما جاب البنت اللي قبلها قبل كده وقلب، دي برضه خطيبتي واجمل واحده في مصر. اسمع يا نجاتي، انت تخرج تقول له مش هنعمل لك حتى ديسكاونت، تدفع فاتورتك بالكامل، واذا مش عاجبه يمشي. هو ده الكلام؟ احنا مش ناقصين الناس الشحاتين الجرابيع دول، ولازم ناخد باركنج في الموضوع ده. عندك حق، لازم اخد موقف. بلا مفيش بلوشه، مفيش باراشوتات، بلا اسعد، بلا زباله. اسعد سعاده برضه جاي على اسمي عشان تعرف ان انا حلال. ايه عادل مالك؟ مخك ماله؟ قاعد اغمز لك قدام الموزه واقول لك خطيبتي وهتوقع في الكلام؟ لغيني عشان الغيك. هسيبك انا بقى تلاقوا بعض لحسن، انا زهقت وقرفت. مش قادر افهم بقى دلوقتي، خطيبتك ازاي؟ انت مش كان معاك واحده ثانيه وقلت عليها خطيبتي؟ ايه؟ انت بتفرق فيهم زي ورق الكوتشينه؟ شوف بقى يا سيدي، الشرع قال مثنى وثلاث ورباع ده في الجواز، انما في الخطوبه ما حددش، ما قالش رقم معين. وبعدين انا بدور على شريكه حياتي اللي تناسب امكانياتي. يعني خاطب الاثنين؟ اثنين بس؟ مش بقول لك ان انت راجل طيب قوي يا اخي. بص يا سيدي، شايف العقد ده؟ العقد ده مليان دبل كلها فاضيه. انا ما بحبش امشي مع واحده من ورا اهلها، انا بحب ادخل من الباب اروح للعروسه دي في بيتها واقعد معاها ومعايا الدبله. والله نسبتني ولقيت هي الشريكه اللي تمشي مع حياتي نلبس الدبل، ما تفهمناش نفسخ الخطوبه كل واحد ياخد دبلته. اسعد انا مالي ومال الكلام ده؟ انا ماليش دعوه باللي انت بتقوله ده. انا راجل عشت بره كتير وتعلمت حاجات مهمه جدا، حقي وحقك. وبصراحه يعني انا المره اللي فاتت عزمتك انت وخطيبتك، المره دي خلاص. بس بس, بس 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 يا عادل ما تكملش، مش عايز اسمعك، ما تنطقش بكلمه يا عادل. انا مش مصدق اللي بسمعه. عادل حضر لي فواتير يا عادل، فلوسك كلها هتاخدها على داير المليم يا عادل. انا مش قادر اصدق. معقوله يا جماعه الفلوس تعمل في الناس كده؟ مش يا استاذ اسعد، ما انا برضو ظروفي مش كويسه وعندي مصاريف وعندي مرتبات. وبعدين انت من ساعه ما رجلك اتحطت في المطعم ده ما كسبناش ولا مليم. مالك في ايه؟ وبعدين انا بجيب لك هنا بنات ناس، بنات عائلات، بنات ناس محترمه. انا لما استقر واتجوز انا ومراتي وعيلتها هنبقى زباين عندك هنا.
ولو اني انا مش عارف انا بتكلم معاك كده ليه. خلاص يا عادل اعمل اللي انت عايزه. الوداع يا عادل، الوداع يا حبيبي. وداع ايه؟ وانت هتهجرني؟ تعال 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 خلاص، مش واخد منك فواتير ولا حاجه. لا انا ارفض، انا لا اسمح. اسمع بس ما تبقاش زربون كده. خلاص روح اقعد مع عبير واطلب اللي انت عاوزه. رانيا، رانيا دي رانيا ديك عبير. ماشي روح اقعد معاها ومش هاخد منك حساب. طالعه من قلبك برضا كده وفرحان بيها؟ طالعه من قلبي. خلاص خلصني بقى. بس يا عدول مقبوله منك. شاري مالا انا لما كنت في الجيش كنت في المظلات ولا كنت في سلاح المشاة؟ عادل عادل حبيبي عادل، ابشر ابشر وافرح كده وانبسط. انت ابن حلال طيب وانا نسبتي 6 من 10%، ربنا الطرف فيها البركه. فرحني اقول فيه ايه؟ 15 عربيه واقفين على باب المطعم والزباين نازلين كده وايه وكلهم شكلهم هيموتوا من الجوع. طب حلو حلو، خير خير خير. انا هروح بنفسي اشرف على الكيتشن ماشين. الى جميع العاملين بمطعم تشي توتو، اوامر هامه جدا، ارجو رفع درجه الاستعداد في مطعم تشي توتو للدرجه القصوى. الشباب والفلس. انا بشكركم بشكركم من كل قلبي، وعمري ما هنسى المفاجأة الجميلة الحلوة دي. عمري ما هنسى. كل ده بلوشي نهار ما طلعلوش الشمس. انا امشي قبل ما ارتكب جريمه وقت الواحد شريك. نجاتي نجاتي، انا مش قايل لك يا نجاتي لو حد سال عليا تقول له ان انا مت؟ حصل ولا ما حصلش؟ واحد كان سالني وانا قلت لا ما حدش جاب سيرتك، بعدين دول كبسوا على المطعم زي الهكسوس. يا ربي اعمل ايه بس يا ربي؟ ايه اللي اعمل ايه؟ يدفعوا. لا يدفعوا يا اخي، ما دي مش اصول، دي عادل. دول فريق الجواله كشافه. عارف يعني ايه كشافه؟ دول زمايلي في الجامعه وعشمانين. ايه عشمانين دي؟ ايه عشمانين دي؟ عشمانين فيك انت يا استاذ. اتفضل سعادتك خدهم وكلهم في بيتك شبعهم. انما انا مالي، انا هنا ده مطعم اكل عيش، ياكلوا يدفعوا، وهدفعهم ان شاء الله اجيب البوليس. مش هيدفعوا يا نجاتي. قانون الجواله اللي انا كنت ماسكها في الجامعه يقول لك لازم تكون كريم معطاء، تقف جنب زميلك وما تتخلاش عنه. نجاتي انا هكون ممتن ليك جدا لو لقيت لحد يشتري من المطعم. خده في حضنك هننه، بس قبل ما يطلب كوباية مية عاوز تحريات كاملة عنه كل بياناته. اسمك؟ نعم
اسمك يا بابا. ليه؟ هو تحقيق؟ انا داخل مطعم ولا داخل اسم؟ احنا يا فندم نحب نتشرف بالضيوف اللي بيجونا المحل. احنا من زبائننا المعتادين الفنان عمر الشريف والفنان شعبان عبد الرحيم. كان زمان بيجينا فندم ابو دراع. ما يغركش المطعم فاضي كده. احنا من خمس دقايق كان عندنا هلمة. اسمك؟ اسمي منصور يا سيدي. منصور يا سيدي. منصور يا سيدي يا بابا. سيدي منصور يا بابا. ايه؟ منصور ايه؟ منصور عمران. عمران. اجدع ناس اجدع ناس. عمران من تل العمرنة. ها الاسم الرباعي؟ منصور حسين علي عمران. تحب اقولك اسم امي؟ عارفها حاج عمران. منين سعادتك؟ لا بقى احنا جايين ناكل ولا نملى ثمارة الرقم القومي. بلد المنشأ محل الميلاد؟ انا مولود هنا. في المطعم؟ لا نظر. انت هتعرف عادل بيه صاحب المطعم؟ ايه مين عادل بيه ده؟ هو يعني لازم عشان اكل اكون اعرف صاحب المطعم؟ مالكش اي صلة بيه من بعيد او قريب؟ محدش مديلك كارت له؟ يا سيدي قلنا لا. امشي يعني اشوف مكان تاني اكل فيه. لا 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 تمشي يا راجل. اتفضل اقعد اتفضل اقعد. انت كده براعة. مترات شوفوا طلبات الباشا وهاتولي الاوردر انا بنفسي هنفذه. ابراهيم. افندم مستر نجاتي. عايزه بتقعد جنب الترابيزه دي ما تفارقهاش. تحت امرك. يا نجاتي. زبون جديد نوفي عالزيرو. شكله كده اللي يعرفك ولا يعرف حاجه عن اهلك وبين عليه كمان لارج قوي كمان. نجاتي الله يخليك. ترابيزه الزبون ده انا عاوزها تعمل مبلغ كبير قوي يعوضنا على الخساره الفادحه والخراب المستعجل اللي احنا فيه. هو التوقع المبدئي للطلبات لو قلنا الاوردر والمين كورس والديزرت من غير ضريبه المبيعات يتعدى ال 1900 جنيه. مستر نجاتي. ايه يا ابني اللي جابك؟ انا مش قايل لك اقعد على الترابيزه دي ما تفرقهاش. الزبون هو اللي عاوزك. يبقى هيطلب تيك اواي. اصلا عم شوية جمبري حكايه. ممكن اعرف ايه دي؟ جمبري يا فندم. دي جمبريايه؟ بص لها كويس. هي جمبريايه بس نحيفه شويه. الجمبري بيعيش فين؟ في البحر يا فندم. والجراد بيعيش فين؟ في السماء الصافية. وإيه اللي جاب الجرادة دي في الطبق ده؟ ممكن حضرتك تشرح لي؟ جرادة؟ اوعى ايدك. أنا بعتلك عشان هطلب هنا شيك. لا البوليس وديني اللي أقفله. أنا أطلب جمبري ينزل لي جراد. احنا آسفين جدا يا فندم. وبعدين الجراد إيه والجمبري إيه؟ ما كلهم ولاد عم. يا فندم الجراد ده هو جمبري الصحراء المشهور والبدو هناك بياكلوه يا فندم والطلب عليه جامد جدا. أنا مش عايش في الصحراء ولا ليش في البدو. أنا متمسك بموقفي. البوليس ومش البوليس بس. انا هطلب لجنة حقوق الانسان ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. انا هعتصم هنا لحد كل الدنيا ما تيجي. ليه بس يا سعادة البي؟ ليه بس الاذية دي؟ روق بس سعادتك كده يا فندم. احنا تحت ممكن ترضية بسيطة لسعادتك يا فندم. ممكن تفضل في المطبخ نقي الجمبري اللي يعجبك واحنا نشوهولك نقلهولك زي ما انت عاوز. عاوز تجيب جمبري من بره وتاكله هنا تحت امرك. عاوزنا احنا نجيب لك جمبري من اي مطعم وانت تحاسب. مفيش اي مشاكل. اي ترضية لسعادتك واحنا تحت امرك. لا يمكن مستحيل. فين صاحب المحل؟ انا عاوز صاحب المحل. يا حضرات محدش ياكل هنا. الاكل فيه جراد. الاكل فيه جراد. يا عم انت بتزعق وتصرخ على ايه؟ يعني شاف الزباين مقطعه بعضيها؟ ده حتى اللي بيجي ياكل هنا بياكل بلوشي. هتاكلها هنا ولا لفها لك في ورقه وتاخدها ديليفري؟ الزبون الوحيد اللي كان هيدفع يجي له جراد في الاكل. جراد يا نجاتي. انا هتجنن هتجنن. الجرادة دي جت منين؟ انت بتسألني انا يا نجاتي؟ المطبخ كله تكييف مركزي مقفل تهوية مركزية. المطعم كله مقفل بالسيليلوز. وسرب الجراد اللي كان هنا في مصر رجع من 3 شهور. يبقى دي الجرادة دي ليها حد من قريب هنا في المطعم وعامل لي فيها سوبر شيف مخصوم شهر بحاله على المطبخ كله. مش كفاية علينا اللي بيحصل لنا؟ كفاية علينا البلوشي والباراشوتات. ايه في ايه؟ البصل
صالي فايع ياض، جبت لنا الجراد، عيلتك شبه الجراد، جاتك البلا وانت شبه الجراد الحامل. مرسي حقيقي مرسي بجد، انا ما وفطرش بس اول مره اكل جامد جدا كده، اكلكوا حلو جدا يا فندم. دي شهاده احنا نعتز بيها قوي، يا ريت حضرتك تفطري عندنا كل يوم. اكيد طبعا، انا حبيت المكان قوي. في ايام يا فندم. اتفضلي حياتك، كارت المحل، هاتك اطلبي اي حاجه عاوزاها توصل لك في المكان اللي انت موجوده فيه. متشكره متشكره قوي، المكان هنا حلو قوي فعلا، الاكل والمكان وفوق كل ده الخدمه، انتوا احلى حاجه في المكان. ايه ده؟ ده الشيك يا فندم. لمين؟ لسعادتك. بس انا ما طلبت الشيك. انا جاتي نجاتي 100 مره اقول يا نجاتي، الشيك ما ينزلش للزبون الا اذا هو اللي طلبه، دي بديهيات المهنه يا نجاتي. يمكن الهانم تحب تطلب حاجه زياده، تشرب حاجه زياده. لا لا انا مش هطلب حاجه تانية. فهمت، حياتك تحب تريحي يعني بعد الاكل. والله انا دايما بنصح بكده، لانه مش معقول واحد يعني ياكل يدفع يمشي. لا انا يدوب كده عشان اتاخرت ورايا ميعاد مهم جدا. والحساب؟ انا معزومه. مين بقى اللي عزم سعادتك؟ صاحب المطعم. صاحب المطعم؟ لا شريكك. انا شريك اخويا صديقي حبيبي توأم روحي عدول. انا اسف جدا اللي اتاخرت عليك، بس انا عارف انت الخير والبركه برضه. احب بقى مبدئيا احب اعرفك، هدير خطيبتي، اجمل واحلى بنت في مصر. تعبتيني يا غزال. العب 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 يا عيني، العب 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 يا سيدي، العب 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 يا شكرا. تعالى بقى هنا قول لي، هو انت كل واحده هتتعرف عليها هتجيبها لي هنا في المطعم؟ هو انا فاتح المطعم ده ايه؟ عشان غرامياتك يا عادل يا حبيبي. انا خلاص استقريت نهائي، البنت اللي هرتبط بيها دي هتنغنغنا هي وعيلتها، مش هتحتاج زباين من بره خالص. خلاص هدير هي البنت اللي انا بدور عليها. انت عارف ابوها يبقى مين؟ ابو الوفا. ابو الوفا بتاع غنم؟ غنم ايه؟ ابوها صاحب اشهر سلسله مطاعم في البلد. انا فيك ايه؟ انا فيك ايه؟ مارك، واحده ابوها عنده مطاعم تيجي تاكل عندي ليه؟ ده الراجل ده هو اللي هيكبرنا، الراجل ده هينقلنا نقله ثانيه خالص. اصبر بس يا حبيبي. هصبر بس مش هصبر كتير. انا عايزك تفرفش، مش عايزك تنكد عليا انا والبنت. انا عايز ابقى فريش كده علشان في ناس جايين اقابلهم دلوقتي. ايه؟ في ناس تاني جايين المطعم تقابلهم فيه؟ يعني هقابلهم في الشارع؟ ناس مين بقى ان شاء الله؟ منار بنت اكبر تاجر مواشي في الجمهوريه. عدول لحمتك كلها عندي، هات لي وحياتك كيلو ونص كباب. ودول هتاكلهم لوحدك ولا هتعزم حد ولا استخسار يعني؟ انا مش شايف زباين عندكم ليه، راحوا فين؟ مش مهم يروحوا زي ما تروح، مهم انت، احنا هنلاقي احسن منك. اقول لك الله، ايه ده؟ ايه في ايه؟ ما حدش جه هنا ومشي. حد مين يعني؟ واحده بنت حلوه كده. حتى انت كمان واحد بنت حلوه؟ ده ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ده؟ مش مطعم بقى ده، احنا كده اتقرطصنا جامد قوي في الشغلانه دي. ده احتلال يا راجل. انت هتنوريني طبعا يا خالتي، ده مطعمك. هو انا اقدر اقول لا؟ وناهد وجوزها كمان جايين. مين؟ اعتماد ومعتماد جارتكم جايين؟ طب ليه يا خالتي؟ انت مش طالبه مني ان احنا نقعد قعده عائليه عندي في المطعم؟ اعتماد نفسيتها تعبانة وعاوزين تخرجوها؟ ماشي يا خالتي. اهلا بيكوا يا خالتي، انا في انتظاركوا يا خالتي. مع السلامة يا خالتي. ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ مصر كلها
عاوزة تاكل عندي في المطعم ببلاش؟ لا ما ينفعش، أنا لازم أواجه الناس دي، لازم أقول لهم اللي هيدفع راح يقعد واللي ما يدفعش يبعد. هو ده النظام، التكية دي لازم تتقفل. برافو يا عادل، هو ده، الناس دي ما ينفعش معاها غير أسلوب المواجهة. فعلا أنا لازم أواجههم، مش هسكت على ده أبدا. فاتير اتفضل يا زيد، كل دول بتوع سي حموده بتاعك. الراجل ده هيجنني، الراجل ده انا مش عاوز اتكلم معاه ناشف لا يتكسر في ايدي، ده بياكل ويفطر ويتعشى ويشرب هنا في المحل، ده ناقص يدخل يستحمى، الراجل فاتورته وصلت اكتر من 600 جنيه، ده محتل المحل. ايه؟ انت قلت يا نجاتي محتل؟ فعلا اللي احنا فيه ده احتلال. المجاملة بتؤدي إلى التسيب والتفريط ثم الاحتلال. أيوة احتلال يا نجاتي. أنا عملت مع الناس اللي برا دي زي ما عمل الخديوي سعيد مع فرديناند ليسيبس لما اداه امتياز قناة السويس. أنا اديت للناس اللي برا دي امتياز الأكل في المطعم وبدون مقابل. وناوي على إيه؟ هتأممه؟ أنا خايف أممه يا نجاتي. يعملوا عدوان ثلاثي على المطعم. طبعا اسعد وحموده وشله الجواله. اسمع يا نجاتي، انا لازم اجبر الناس دي على الجلاء. انا رسمت خطه ولازم ننفذها. بقول لك ايه؟ ايه رايك يا منار يا حبيبتي لو نعجل من الجواز؟ على فكره احنا ممكن نعمل فرحنا هنا. دول هنا بيعملوا بوفيه هايل. ازاي يعني؟ ازاي يعني ايه؟ يا دي عايزه شرح يعني؟ عموما احنا بعد ما ناكل هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. يا متر متر هات لك كل المنيوهات اللي عندك. ولا تحب انت تخش المطبخ بنفسك تختاري اللي انت عايزاه؟ قولي يا حبيبتي ما تتكسفيش، ده مطعم عادل اخويا. عادل اخويا حبيبي يعني مطعمي انا. عبير هانم، انا عادل نور صاحب مطعم تشيتوت. انا يسعدني ويشرفني انك تنضمي الينا النهارده. لا لا لا، هي مناسبة صغننة كده، عاملين صنف جديد ما نزلش في ولا مطعم في مصر، وبصفتك أحد الذواقة هنعتمد على ذوقك. تشرفينا يا هانم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أدي عبير. منار، لا منار هنا أهي. رانيا رانيا الو رانيا هانم، انا عادل نور. يا منار يا حبيبتي، الفلوس ما هياش كل حاجه في الجواز. انا ممكن اكتب لك ورقه مش ب 100,000 جنيه، ب 100 مليون جنيه. مش ده المهم، المهم ان انا بحبك. باردون اسعد بيه، في ناس عاوزين يسلموا على سعادتك. الناس مين دول؟ مش فاضي مش فاضي دلوقتي مش فاضي. امشي امشي دلوقتي امشي، هات الديزرت عشان الهانم هتحلي. يلا بسرعه امشي. ناس مهمين يعني عايزين حضرتك. مش فاضي دلوقتي امشي. امشي يعني. ايوه امشي. مولاي دبلتك اللي بتلمع في ايدي هي القيد المقدس. كتاب يا غشاش يا مخلوق. اظن بقى بعد اللي حصل لاسعد ده لا يمكن يفكر يهاوب ناحيه المطعم تاني. قولي فاضل مين تاني؟ عم حموده شرف الدين صاحب بابا ونفين وسهر واصحاب الكليه وشله الجواله وخالتك واولادها واولاد الحاره دول كلهم جايين دلوقتي ان شاء الله، ربنا يستر. لا دول بقى محتاجين المرحله التانيه من الخطه، مرحله مواجهه الاحتلال. دلوقتي جه دورك يا بطل. الليلة دي هتقوم بأعظم دور في تاريخ مطعم تشاي دوتو. تمام يا فندم. يلا
لو سمحتم، لو سمحتم أرجوكم الهدوء لحظات، لأن في كلام مهم الحقيقة عاوز أقولكم. أنتوا نورتم وشرفتم مطعم تشاتر، وأرجو إن يكون المطعم عجبكم والأكل كمان عجبكم. الحقيقة أنا كان نفسي ما تحرمش منكم أبدا أبدا، وأفضل معاكم طول العمر، لكن الظروف خاصة بيا، ظروف خارجة عن إرادتي، اضطريت أبيع المطعم لشخص آخر، والشخص ده من دلوقتي هيبقى المسؤول الأول والأخير عن هذا المطعم. أستودعكم الله. أهلا، إدارة مطعم تشيتوتو الجديدة ترحب بكم واحد واحد. مبسوطين؟ جدا. الأكل عجبكم؟ خالص خالص. الخدمة كويسة؟ جدا. أقدم لكم نفسي، أنا النجاتي ابن أبي سفيان الشرنوبي. أحب أقول لكم عشان خاطركم أنا اشتريت المطعم ده لراحتكم، بس أحب أقول لكم منهجي في إدارة هذا المطعم تختلف عن منهج عادل بيه، وكل عصر وله منهجه. أمر مولاي. كل واحد فيكم لو بص على الترابيزة قدامه هيلاقي مصباح علاء الدين. تفتح المصباح هتلاقي ورقة، الورقة دي فيها حاجة مهمة جدا جدا أول مرة تشوفوها، اللي هي الفاتورة، يعني تاكل وتدفع، تاخد الفاتورة وتحط بدلها فلوس الأكل اللي كلته. وجزاكم الله كل خير، ويا دار ما دخلك شر، يا مصارير شوفوا شغلكم. نظامنا هنا يا حضرات كاش إن أدفانس بالإنجليزي، بالفرنساوي كاتشو إن أدفانسو، بالطلياني كدرانش إت أدفانرانش، بالألماني كنديش أدفانتيش، يعني تدفع وبعدين تاكل. يعني عشان تدفعوا لازم اجيب لكم مسرور؟ اكسكيوز مي. خير يا نجاتي؟ شايف بعد الغله، قصدي بعد الايراد. لا ده نادر، ابن عمك طلب شاي ودفعته ثمنه بالبقشيش كمان. برافو عليك يا نجاتي، اهو هو ده الشغل ولا بلاش. ايه ده؟ البوليس كابس على المحل كده ليه يا نجاتي؟ دي لوتس مراتي طلبت بليله ورفضت تدفع الثمن، طلبت لها البوليس يتصرفوا هم معاها بقى. جيتو